اتفضل. نورتني. فين في مصر الجديدة؟ سبع مرات. سبع مرات. جميلة إخيبت، جميلة. جميلة إيه؟ إخيبت. إيجيبت. مصر، مصر جميلة جدا، يعني هي حاجة روعة قوي. طبعا. بلدنا جميلة دي. إكسكيوز مي أرد. ألو. إيه يا روشيل؟ انا يا حبيبتي شغال اله الا الله. انت عارفه يا روشيل موضوع هنا مختلف عندكم في مصر. انا كنت شغال تل ابيب نويبع، كانت الدنيا زي الفل، كنت بقفش اكتر من 1200 شيكل في 3 ساعات. انا بقالي 5 ساعات لسه راكب معايا زبون دلوقتي. يلا باي باي. الو معلش اسف على الازعاج. هيضايقك لو هعدي بس على حماية اخده معانا؟ في مشكلة؟ فين؟ حماية بس هعدي اخده معانا. في طريقنا؟ اه. مستعجل؟ لا لا في طريقنا، في طريقنا مش هعطل حضرتك. مش مخاء ان اختوري مختيفي لقاتي مخاي. مشيت تليفونيتك؟ تليفونيتك تليفونيتك على ابوك. شبه اب 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 عمك عيشك. انت عارف انت شبه. نعم. لحظة بس، لحظة. انتوا منين؟ احنا من تل ابيب. تل ابيب. ايوه. والهرم بتاعنا ومصر بتاعتنا. ايوه ايوه. ايه عندك شك في الكلام اللي انا بقوله؟ ده عند امك الكلام ده طبعا. بالراحة بس، انت ليه منفعل علينا كده؟ انت ده ضعف منك. مصري ضعيف. ضعف مني؟ مصري ضعيف. معلش معلش. على فكرة انا بكلمك وانا في قلب بلدك. ومش قلقان ومش بالظبط. اديك قلت في قلبي ايه؟ في قلب بلدك. ايوه في قلب بلدي انا. بص يا حبيبي، دور على اصلك هتلاقي نفسك في الاصل. من حبيبي على الاقل انا عارف عندي اصل، واصلي مصري اصيل. انتوا اللي ما عندكوش اصل. لو دورت على نفسك في التلة هتلاقي نفسك ابيب. ابيب ابيب بيب. ابيب ايه؟ اهلي بيب بيب زمالك مصري. ضايع. لا لا حبيبي انا مش ضايع. انا افهم ان احنا عندنا اهلي، عندنا زمالك، عندنا كل حاجه. مصر بتاعتنا، سينا بتاعتنا. لا وحياة امك. غلط. اقول لك ايه اللي بتاعكم؟ ما تزعلش مني. يا ريت. بلاش. بلاش ليه حبيبي؟ والله بلاش. اقول لك ايه اللي بتاعكم؟ ما تزعلوا مني. ضعف منك. بس انا هقول لك على حاجه، انت لو دورت في الاصل هتلاقي نفسك، لان انت نسخه نسخه اكزاكتلي من حنان يا ابن عمي. حنان يا ابن عمي. لحظة واحدة. تخيل بقى ان انت نسخة نسخة من حنان اللي كان في بيت الدعارة اللي جنبينا. وماله حبيبي؟ لحظة واحدة. لحظة واحدة ايه؟ حنان يبعت لي صورة على الواتساب عشان اوري الراكب اللي معايا صورتك ويعرفوا ان انت شبه حبيبي. يلا بقى. الو. الو ايه يا حاتم؟ انت فين؟ حاتم بيكلم. حاتم بقول لك ايه؟ اللي هو عندنا. طيب بص. من القصر اسمه خاتم. تعالى لي. ما تهدى بقى على حالك. اهدى على حالك. اهدى على حالك. هتتروق دلوقتي. عينيا يا بابا. طيب هبعت لك ام لوكيشن دلوقتي. أه؟ تيجي لي عليه عشان في اتنين عايزين يدفنوا هنا. يدفنوا. اه يلا حبيبي. انت مش فاهم حاجه. يلا انت لازم تشغل دماغك. اشغل دماغي؟ آه. ده انا مش هشغل دماغي، ده انا هشغل ايدي عليكم انتوا اصلا. ده مش كويس حبيبي، ده مش كويس. اه انت ضايع خالص. أنا ده في البلالة. انا مش ضايع. طب بص قدامك يا بابا، بص قدامك. آه. ويا ريت تركن لنا عند اي مكان هنا عشان اروقكم النهارده. حبيبي انت دلوقتي في مملكتي. على ارضي. على ايه؟ على ايه؟ ارضي. ارضي. ده انا على لك. انت بتتكلم بس زي ما بيقولوا المصريين. لا انا ما بتكلمش وبس. آه. انا بتكلم وبفعل. بفعل. اه بفعل. استنى بس هتعدل لك كده عشان ليله اهلك زرقاء معايا شكلها انت والراجل ابو برنيطه ده. آه. يا عرر يا بلد و... خرجت يا بلد كلها وكلها من في بعض. انا هثبت لك حاجه يا حبيبي. ايدك جنبك. انتوا حراميه من زمان قوي. حراميه يا بلد. بلد ايه حبيبي؟ اهرامات بتاعتنا احنا اللي بنيناها. الاهرامات دي بتاعت امك. الاهرامات دي بتاعتنا احنا. ايد امك كان عنها. حبيبي ما تعليش صوتك لان ده ضعف منك. ضعف مني انا؟ طبعا. اه احنا اللي يا راجل انتوا حتى احنا الاغاني احنا اللي بنضرب وبنجري. اغانينا سرقتوها زمان. اغاني سرقتوا. اه قول لي اغاني ايه؟ اغاني ام كلثوم. اه ودارت الايام دي كانت. ومش لخاره الايام. مش ايه؟ مش لخار. لا ما بتتقالش كده. مش الايام.
يا حبيبي ده مين دي؟ ام امك اللي قالت الاغنيه دي؟ انت ما تعرفش بس ايه ده؟ انت ما تعرفش ام كلثوم؟ ايدك جنبك، انت ما تعرفش جنبك. ام انت تعرف؟ اقول لك اغنيه جديده محمد رمضان بيقول نمبر 1 دي عندنا منخر 1. منخر 1؟ طب ما عندكوش 1 1 1 انتوا كلكم 1 اصلا. طيب انت ضعف ضعف، انتوا كلكم مصري جع جع. انزل بس يلا، انزل يلا، مش نزول انت، انزل يلا على جنب. بقول لك انزل، انت تنزل من هنا بتاشيره مني. انزل تاشيره مني يا بلد، انزل يا على جنب. هوب اركل، لا هوب هوب. دي مين؟ هوب مين؟ ولد ولد ايدك جنبك، ولد مصري ايدك جنبك، ايدك جنبك. اوعى اركل لي، اركن لك، اركن لي، اوعى ايدك اركن لي عشان خاطر ما اكسرلكش وش اللي جنبك ده. اركن لي بقول لك، وش اللي جنبي اركن لي. خلاص خلاص ايدي، احنا بنهزر معاك والله، احنا بنهزر معاك، بنهزر معاك. ايه بنهزر معاك ده؟ انت هتشوف لما ننزل دلوقتي. ده مقلب والله، ده مقلب. انزل لي بس، ده مقلب. افتح الباب. مذيع ولا منزلش؟ مذيع مذيع، اتوكلوا على الله. مذيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله. رايح فين في المهندسين؟ رايح اول مهندسين كده. من اول مهندس؟ انت كده يعني ولا ايه؟ انت ايه ده؟ ايه يعني؟ انت واخد رخصة على كده سواء ولا ايه؟ اما واخد رخصة ايه؟ لا ما اظنش تاخد رخصة سواء بصراحة. انت واخد رخصة تانية بقى عليك. مالك فيك؟ انت متأكد ان انت سواق بجد؟ ما اظنش والله. لا 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 الله، ايه ده؟ انت اساسا من مصر؟ انت اللي من مصر اصلا؟ بجد والله انت من مصر هنا؟ هتفرق معاك؟ هتفرق معاك كتير طبعا. المصري مش كده خالص بصراحة. استاذنك بس اعدل المراية. مش بقول لك انت شكلك منهم بالله. يعني انا سبت التكوسة كلها والحمد لله، يعني وقعت فيك انت الحمد لله. كرسي، كرسي مرعب سخن. الكرسي اللي سخن يا ريس؟ قوي. بقول لك ايه، ممكن اشوفه؟ طيب ده كلام جميل قوي، اركن على جنب بقى. ايوه هنزل اشوفه على جنب. هتشوفه على جنب؟ طب نزلني على جنب لو سمحت. اشوف الموتور بجد والله. مش عارف بقى ان انت لنيتك مش سالكه. يا لهوي بقى، انا بتكلم على الموتور. الموتور اللي سخن يعني. الموتور سخن طبعا. استاذنك ارد. ايه يا كوكو؟ ايه ده؟ ميشو وكوكي اتجوزوا؟ تصدق العيال دي جزم؟ والله العظيم الاتنين مش رجاله. انا بقى بقول لك ايه؟ مصح واحد جديد بقى، واد يجنن اسمه عبد الونش. حتة واد اسمارون. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يلا يلا دبوها. يا قمر معلش. لا سرعة ليه يا عم؟ سرعة ليه؟ هو اليوم باين من اوله انا عارف. انت ايه حكاية اليوم معايا؟ يا ريس ايه حكايتك انت يا ريس؟ حبيبي سيبك من اليوم، خليك معايا. معاك ايه؟ وشفت ايه؟ يا عم انا ماليش في الخشن اساسا. نزلني يا عم على جنب. هو ايدك دي يا عم؟ نزلني يا عم على جنب. انت حلو بس غشيم. نزلني يا عم على جنب لو سمحت. شيمي وزفت ايه بس على الصبح يا عم؟ انت ايه يا ابني؟ استبح على الصبح يا ابني. مش على خالد الصبح؟ شفته. طب ايه بقى؟ كان طالع ايه بقى؟ كان طالع بيعمل دور شخصيه. انت عارف ايه اللي بجد حرام؟ انا ما اعرفش ايه بس هو في حاجه حرام. اكيد انا اللي هبقى حرام ان شاء الله. تعالى في حضني واطمن على نفسك. اوعى يا جدع انت على الصبح، انت على الصبح. اوعى اوعى ايدك دي. نهار اسود عليك وعلى اللي فوق على الصبح. شفت ده؟ ده ايه؟ ده سوسو. ما هو زيك اهو. عيب اللي احنا فيه ده. اوعى يا عم ايدك دي على الصبح. انت اذنه؟ لا اله الا الله. انت اذنه؟ نزل يا عم على جنب يا عم. شوف لك. مش نزول، تعالى في حضني. اوعى طمن على نفسك. اوعى يا جدع انت على الصبح. تعالى في حضني. نزل ايدك غير انت على الصبح. اوعى ايدك دي. على جنب يلا انزل يلا. تعالى في حضني. انزل على جنب يلا. نزول. مش هتنزل انت خلاص ركبت. انت يا ابني ماليش في الخش. نازل ينعل. اوعى يا عم نازل ايدك هنا. انت عارف انت اساسا المفروض يسموك ايه؟ يسموني ايه؟ مش عارف بس مش عارف حاجة. انا هعرفك. طب نزلني وانا اقول. اوعى ايدك دي يا ابني. والله ما هعمل معاك حاجه. اوعى تبعد عني. يا نهار اسود عليكوا على اللي جابوك يا جدعان. نزلني هنا يا عم. تبعد عني. والله العظيم انا ما عارف جيتوا منين. والله ما عارف البلد بلد ايه. بعشق ريحه عرقك. طب ماشي. تعالى. نزلني بقى وانا هعرفك. تعالى بقى. نزل على جنب. طب اوعى بقى. تعالى بس يا مين ايه يا عم؟ في ايه؟ ايه يا عم في انت؟
الصبح ليه؟ في ايه يا عم على الصبح؟ احنا بنصور. صور ايه وشفت ايه؟ اعزائي المشاهدين، ودلوقتي داخلين بناخد ضحيه تانيه من نفس حلقه الدكتور. بدي السلامة. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم يا جماعه، معايا في ارستقراطيك تاكسي او التاكسي الطبي او تاكسي العاصمه. احب اعرف حضراتكم ان احنا عاملين بروجرام عندنا في التاكسي. البروجرام ده ممكن يبقى بروجرام غريب على حضرتك شويه، ولكن هو اهم حاجه عندنا هي ارضاء العميل. ارضاء العميل، شرب الجنزبيل، شد الفتيل. حضرتك شديت فتيل قبل كده؟ لا ما شديت فتيل. بس حضرتك بتشد معانا الفتيل بتفهم منه سواء كان عندك بقى امراض، عندك فيروسات، عندك اي حاجه. بنبدا بعده مراحل في التحليلات. اول حاجه تحليل البول، تحليل البراز، ده الليفل الاولاني. معنا مرحلة الليفلات الأولى، بنخش على الليفل الثاني، هو ليفل تحليل الدم والفيروسات. يعني في عندنا عدة فيروسات كبيرة قوي معروفة جدا في مصر. أيوة الكلام ده في التاكسي يعني؟ اه يا فندم، عندنا في التاكسي، لأن البروجرام أنت من أول ما بتركب معايا التاكسي ما ينفعش تنزل غير لما تكون مقدم معايا مجموعة التحاليل دي. وده حفاظا على صحة حضرتك. ده مش بس كده يا فندم، ومع كل تحليل حضرتك بتعمله معانا بتكسب عليه كوباية للتبول مجانا. والله يعني حضرتك من غير أي حاجة دي كوباية عشان اخد منك عينة البول ومش هبول. ودي برضو عينة البراز، وبرضو انا مش هبص. ما ينفعش حاجة تاني؟ طيب كل حاجة متاحة وموجودة يا فندم، على حسب حضرتك عايز تعمل تحاليل ايه. تحاليل ايه يا عم، انت بتهزر ولا ايه؟ وايه دي اصلا اللي انت لابسها دي؟ حضرتك ممكن تكون فاهمني غلط على فكرة. لا انا ولا فاهم. هو ممكن يكون الموضوع جديد عليك، بس حضرتك ركز في اللي انا بقوله. في عدة فيروسات جديدة ظهرت عندنا في منطقة الجيزة. في فيروس اسمه الليبيني هرم، وفي فيروس ثاني اسمه طلبيه فيصل. حضرتك اكيد بتهزر ومش فاهم معنى خطوره الموقف. انا اللي بيهمني دلوقتي هو مصلحتك الشخصيه، لان انت شاب صغير لسه في مقتبل العمر، ما تعرفش انت ممكن يكون عندك ايه. ممكن يكون عندك الليبيني هرم، عندك طلبيه جوه، عندك ترسه. موضوع كبير الترسه. طب موضوع كبير، والفيروسات دي كلها لازم يكون ليها حل، وحلها عندنا احنا. حضرتك ما بيسيبش حد عندنا بقى الارستقراط التاكسي غير الدكاتره. والله بالظبط يا فندم. دكتور في ايه بقى؟ انا دكتور. برافو عليك. عموما انا بفضل مع حضرتك ديمقراطي لحد قبل 10 دقائق من ميعاد التحليل، من ساعه ما بتركب معايا العربيه. بعد كده بيركب معايا فرج، ودلوقتي يعني فرج هيركب معانا. فرج مين؟ حالا حضرتك هتعرف مين هو فرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام فرج؟ ايوه استاذ. الاستاذ انا قلت له على كل الرولز بتاعتنا وعلى كل التفاصيل، بس تقريبا هو مش مقتنع. فانا حابب ان حضرتك يا استاذ فرج، فرج بيستك عليه. نو لا هشك عليه مش بيستك. اوكي بص حضرتك، احنا اهم حاجه هناخد دي هنحطها في فتحه الشرج، وحضرتك هتشوف من هنا. تمام، احنا ممكن نحطها في حته تانية خالص. نعم حضرتك ممكن تجان بول سارتر. حضرتك جان بول سارتر. لا اتكلم باحترام. حضرتك ليه حضرتك بتتعامل ليه مع فرج؟ ايه ده بس جان بول سارتر. جان بول سارتر. جان بول. انا عايزك في جان بول. جان بول سارتر. جان بول سارتر. يا عم حضرتك ولد 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 دكتور. ولا انا دكتور. انا ناس شيكا سهاء. شيكا سهاء. احنا اصلا من السلام. ارفع الشعار يا طبال واستئذان سلام حضور استقبال. ولازم حضرتك تنزل بالتحاليل مهما عملت. مش هنزل بالتحاليل. مش هنزل بتحاليل. فرج بلا فرج. عين الوقت بلا مش فرج. انا عايز حضرتك تجان بول سارتر. سارتر حضرتك. سارتر جان بول سارتر. شد الفتيل. شد الفتيل. شد الفتيل يا عم. هو شد الفتيل. هو ما يفهمش يعني ايه، يعني ايه فيروس ليبيني هرم، يعني ايه فيروس صلبيه جوه. كفايه انت عارف. انت مش عيب على نفسك اللي انت عارفه. جان بول سارتر. جان بول سارتر. ما تحطش ايدك في حته يا عم. ما تحطش ايدك. جان بول سارتر. ما تزعلكش فين؟ تزعلني ليه يا عم؟ انا خايف. انا خايف على مصلحتك. ما تخافش على مصلحتي. انت مش عارف مصلحتك. ما تخافش على مصلحتي يا حبيبي.
حبيبي. انت مش عارف مصلحتك يا عم، تقابلنيش انت مش عارف مصلحتك عشان وحيات النبي. وحيات النبي بص مصلحتك ولا مالكش ولا مصلحتك يا عم. ايدك بقى جنب بول سارتر، هاخد منك الحس اللي انت جنب بول سارتر. سارتر يا عم، سارتر يا عم، جنب بول سارتر. عايز يعمل التحاليل، حط الكمامة لما ننزل السلام. ننزل السلام يعمل التحاليل، حط الكمامة، حط الكمامة يا عم. البس انت الكمامة دي، انت عندك فيروس، عندك فيروس. ابعد عني، ابعد عني فيروس. بس انت بتعمل عنده فيروس. اسمه فتحة الشرج، اسمه فتحة الشرج يا عم. وحياة النبي ما ادعيناش يا عم. فتحة الشرج ما اسهل، فتحة الشرج ده عندك يا حبيبي. جامبول لحظة واحدة، جامبول سارتر، جامبول، جامبول، جامبول سارتر. فيليبيني ده عندها انا، جامبول سارتر، جامبول سارتر. عمي ايدك بس واقف كده. جامبول ولد، بس 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 مقلب، مقلب، مقلب. مقلب مين يا عم؟ بيقرا ايه يا عم؟ انت بتعمل الناس ده مقلب يا عم. ايه بس 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 الكاميرا ايه؟ انزل تعال، انزل انزل. يا ريت يعني نشرب من احنا نزيل الحلقه دي، انت اتوترت خالص. اه حقك عليا.